كان الأمر على هذا النحو، تعلمون لماذا؟ لأنهم لا يشعرون ولا يعلمون، لا يشعرون بحجم انحطاطهم. لا، الأمة ليست منحطة إلى تلكم الدرجة التي تظنون، الأمة في صحوة ممتازة. طالما تحجبت النساء أو انتقبنا والتحى الرجال وأموا المساجد وأخذوا المساويك وحافظوا على الشعائر والطقوس وسبحوا بحمد السلطان، الأمة ممتازة. ليس بينها وبين أن تصبح كجيل الصحابة إلا خطوات يسيرة. هذا هو مشروعكم؟ هذا مشروعنا. هكذا هم يعرضون، هذا هو مشروعنا، ماذا تحبون أكثر من هذا؟ تعرفون لماذا أيضا مرة أخرى؟ لأن هؤلاء غائبون ومغيبون، ضائعون مضيعون. هؤلاء لا علاقة لهم بالعالم الآخر، هؤلاء لا يرون كيف يعيش الناس، كيف يفكر الناس. حتى الأجيال، الأجيال الشابة الآن من الشباب والشواب في الأمة العربية الإسلامية، هؤلاء لا علاقة حقيقية لهم بهم، لا يعرفون كيف يفكر هؤلاء، لا يعرفون العالم الوسيع المنداح الذي انفتح عليه أبناؤنا وبناتنا في الفكر والأدب والثقافة والفن والسياسة، لا يعرفون. كبيرهم، أعظم رأس من هؤلاء في مصر، سأكون واضح، لن أحدد اسمه، لا أحب أن أجعلها شخصية، في محاضرة جماهيرية أمام ناس ومسجلة ونازل على اليوتيوب، ويا للعار، أنا أقول له سارع بحذفها، لكن سجلت، مليون من سجلها. الرجل يطرح مقترحا بسيطا جدا لحل المشكلة الاقتصادي. مصر فيها مشكلة اقتصادية كأكثر دول العالم الإسلامي، العالم الإسلامي والعالم الثالث. قال سهلة جدا جدا. كيف يا مولانا؟ كيف يا خبير؟ يا مفكر؟ يا مجدد؟ يا مصلح؟ يا العلامة؟ يا مولانا العلامة كيف؟ ببساطة هكذا. الغزو، قال يغزو، اخرجوا اغزوا، اغزوا الكفار. من الكفار اليوم؟ أوروبا، أمريكا اللاتينية، الهند، الصين، اليابان، هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار. جميل جدا، اغزوهم. وطبعا هو يفترض أنك ستخرج بسيفك الخشبي أو بالسواك وبالجلبية، ستغزو وستربح. العالم متوقف عند القرن الأول الهجري، ستربح بالسواك إن شاء الله تعالى، وبالمطاوي، ربما بالمطاوي وبأعمدة الخيم، تغزو العالم المترسن بالنووي والهيدروجيني وبالأسلحة الذكية التي يمكن أن تدمر بلدك وأهلك وهم يجلسون في مكانهم يقزقزون اللب في مكانهم، كما فعلوا بميلوشوفيتش أيها الإخوة بالأسلحة الذكية. اذهب واغزو، يقول. وبعدين يا مولانا، طبعا القضية محسومة، لم يقول هذا بس محسومة، بدأ أنه قال إيه؟ ثم نعود كما كانوا يعودون، وكل واحد معاه كذا وكذا رأس، بهذا التعبير يتحدث عن قطعان من الماشية، كذا وكذا رأسا. معك 30 رأسا، نصهم رجالة نصهم حريم، بتبيع، اضرب، هكذا يقول، اضرب جدول الضرب، تعلمناه في الابتدائي، سهل العملية برضو، كلنا نعرف جدول الضرب مع القسمة. إيه؟ اضرب كل رأس بكذا وكذا، مبلغ بيستاهل، بحرز. ما هذا؟ ما هذا؟ شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. سذاجة هؤلاء في الاقتصاد لا تضارعها إلا سذاجتهم في السياسة. الديمقراطية كفر وزندقة. أحد هؤلاء قبل حوالي 50 سنة وعارض بالعقلية التقليدية الرجعية، فهذه الرجعية فعلا عارض أيها الإخوة معارضة النظام الملكي القائم والدعوة إلى الجمهورية، عارض وتحمس. لماذا يا مولانا؟ قال، قيل له لماذا تعارض؟ النغم الجمهورية هذه الطراز حديثه كويس، يعني أحسن، جربنا الملوك. قال لا، أعارض على أساس ديني. وين يا عبقري؟ يا عبقري السياسة الشرعية والفقه السياسي. قال لأن الله قال في كتابه تؤتي الملك من تشاء، ولم يقل تؤتي الجمهورية أو الجمهورية من تشاء. الله أكبر على الفقه السياسي، الله أكبر. وعلامة ومؤلفات ودروس، 40 سنة يدرس الناس، وقد يظن فيه أتباعه أنهم من المصلحين المجددين المبعوثين على رأس المئة ليجددوا الدين. كارثة، سذاجة، مش سذاجة، حماقة، صبيانية ولدانية في الاقتصاد وفي السياسة وفي الفكر وفي الفقه وفي الدين وفي الأخلاق، في كل شيء، شيء لا يكاد يصدق.